ايه رايك نروح بقى على المنتخب؟ اه 100 100. اه طبعا كروش المفروض بكره، المفروض بكره يعلن القايمه بتاعت اللي هتسافر الى الكاميرون. توقعاتك عن المستبعدين؟ انا قريت كده في مواقع كتير جدا الناس استبعدت. لا لسه، هو لسه ما طلعش رسمي. يعني كمان يعني الناس دي كمان فيها اجتهادات. ممكن تكون تسريبات، ممكن تكون اجتهادات، ممكن اي حاجه فيها ات. يعني بص، طبعا بالاداء اللي احنا قدمناه في البطوله العربيه حاجه ما تطمنش. بالسكواد بتاع الفرق الافريقيه، المنتخبات الافريقيه طبعا برضو فرق قويه جدا. صحيح. اسماء انا قريت بعض الفرق كده، يعني حاجه يعني كويس. انا برضو الان لان اللعيبه المحترفه بتاعتنا حالتهم، يعني صلاح اليومين دول حالته الفنيه مش كويسه. اتمنى ان الحاله دي ما تستمرش، واخد بالك؟ لان صلاح حاجه مهمه جدا في 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 في, في المنتخب، يعني انني ما بيلعبش. وتريزيجيه راجع من الاصابه. تريزيجيه مش جاهز 100%. مين تاني بقى المحترفين؟ مرموش ومصطفى محمد. ما يعني برضو مصطفى بيلعب، ابتدى يلعب دلوقتي يعني. فالمحترفين يا رب يعملوا الاضافه. انما مجموعه اللعيبه اللي بيلعبوا في الدوري المصري اللي هو اختارهم، اللي احنا شفناهم في البطوله العربيه، فيهم ناس ظهروا بشكل جيد، واخد بالك؟ وفيهم ناس لم يظهروا بشكل جيد. صحيح. فانت قلقان من المستوى الفني للمنتخب. كان الطبيعي ان المنتخب ده يلعب على الاقل ماتش ودي. في كلام انه احتمال يلعب ماتش ودي، يعني احتمال مش اكيد. يعني برضو حته ان انت مفيش اي حاجه وتلعب على البطوله على طول، ده برضو مشكله. لان انت برضو هيجي لك لعيبه من هنا ولعيبه من هنا، عايز تعمل تالف وكومبينيشن بينهم، برضو محتاج ماتش ودي. هو يقال ان منتخب الكونغو اللي هو كوبر يعني هيبقى موجود في مصر خلال الايام اللي جايه، عامل معسكر. فاحتمال يحصل تواصل ويلعب هو والله معانا مباراة ودية. يا ريت والله.